استاذ رمضان محمد، مدير عام مصنع انتاج واصلاح المظلات، اهلا بيكم. صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ رمضان. عاوزين نعرف الساده المشاهدين كيف يتم انتاج و يعني تصنيع المظله هنا داخل مصر. احنا المظله بتجينا الاول عباره طبعا عن قماش، بعد الاختبار بتقف في معامل الاختبار ويتم بيتم قصه على باترونات معينه بانسات معينه بمعايير معينه. طبعا. بعد كده بنخش مرحله مرحله، بنخش نعمل عليها جوده، لكل مرحله بتعمل لها جوده اعتبارا ان ده السيفتي بتاعنا لجميع المظلات. اعتبارا كم مرحله بتمر بها انتاج المظله؟ المرحله بيمر فيها مراحل كتير، ابتداء من اول القص، اول التفتيش لخياطات متفرقه عشان يعدها، هي تاخد مراحلها كامله. طبعا. تاخد مراحلها كتير، مش قلت نعدها يعني. فاحنا طبعا بنهتم جدا جدا بان احنا نعمل الجوده تكون اعلى جوده، ما فيش مرحله بتعدي في الصناعه بتاعتها الا ما يكون عليها جوده، لغايه ما توصل اللي هي تبقى مظله كامله بتعمل عليها تفتيش نهائي، يعتبر ايه مراجعه للتفتيش المبدئي بتاعنا اللي هي توصل للمرحله النهائيه للقفز. بعد كده التفتيش الفني بتاعنا ما بيفتش عليها، بيبدا يديني شهاده ليها اللي هي دي جاهزه للقفز. فبنوصل لمرحله المظله جاهزه تماما للقفز بدون اي مشاكل فيها ولا اي حاجه تخلي بالجوده ولا باللي هيقفز. استاذ رمضان، بالنسبه للعماله هنا كل واحد ليه دور. يعني الخياطه متهيألي والقص مبدئيا هنا احنا بنوزع الادوار على حسب كل عامل، بنختار اولا العمل المهره. تمام. وكمان احنا بنجيب العامل الماهر بنعمل له دوره تدريبيه. كويس. في ناس خبره قديمه معانا بتقوم بتدريب العماله ديت اللي احنا نوصله للمرحله اللي احنا عايزينها، اللي المرحله اللي عندنا هو مش ليها بره. انواع العماله هنا ايه؟ العماله هنا يعني في ناس بتقعد على مكان عادي، في مكان على ابرتين، في مكان اربع ابر، في مكان فريد من نوعه ما فيش في مصنع تاني بيعمله، عشان هو اصلا المنتج ما فيش حد بيعمله غيرنا. فهيلاقي المكان حتى هو لو هو كويس بره في اي مصنع خاص مش هيلاقي اللي بيشتغلوا بره بيشتغلوا هنا، فهو بيجني يعتبر خام، بس انا بستفاد بيه اللي هو عامل ماهر. فلما انا هو العامل الماهر بيستفاد مني المعلومه بسرعه، وانا بعلم كل واحد بيشتغل في المرحله بتاعته. في عماله يدويه بتشتغل وفي عماله على المكن. يعني كل واحد هنا ليه دور، كل واحد ليه دور. القص يدوي، الحبال. شد حبال، تتنيك الحبال للمظله او الشرايط بتاعتها، او التفتيش او الجوده بتاعتها. ممكن انت كمدير عام مصنع هنا بتغير عامل من مكان لمكان؟ دي بتبقى احنا دي بتبقى حسب رغبته. لا دي بتبقى احنا كفاءه من عندنا احنا اللي احنا بندير المصنع على اعلى مستوى كفاءه.